السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ لو انت من محب العربيات فانت في المكان المناسب. النهاردة هنشوف مع بعض المواصفات الفنية للعربية لادا جرانتا موديل 2021. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت كل واحد لسه ما اشتركش في القناة اتمنى يشترك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. في الفترة اللي فاتت اعلن توكيل لادا في مصر عن اسعار عربية لادا جرانتا. الفئة الاولى مانيوال نزلت بسعر 153 الف جنيه، والفئة الثانية اوتوماتيك بسعر 173 الف جنيه. وبتنزل معانا الفئة الاولى مانيوال بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 87 حصان وعزم اقصى للدوران 140 نيوتن متصل بناء الحركة من 5 سرعات. اما الفئة الثانية الاوتوماتيك بتنزل بنفس المحرك بس بقوة 98 حصان وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن متصل بناء الحركة رباعي السرعات. نتكلم بقى عن مواصفات وسائل الامان والسلامة في الفئتين. الفئة الاولى بتنزل بواحد ايرباج للسائق، والفئة الثانية بتنزل باتنين ايرباج امامي، ونظام الثبات الالكتروني ونظام فرامل اي بي اس المنع للانغلاق اللي هو بيمنع انزلاق السيارة، ونظام توزيع الكتروني الفرامل اي بي دي، وده بيعمل على توزيع الفرامل بشكل متساوي في جميع اجزاء السياره، ونظام مساعده الفرامل بي اي اس، ونظام امبلايزر المنع للسرقه، ونظام تثبيت كرسي الاطفال، وفي كمان مانع عبث الاطفال البيبي لوك، ودعامات فولاذيه على الابواب. اما بقى عن طول العربيه فبيكون 4268 ملم، وعرضها بيكون 1700 ملم، والارتفاع 1500 ملم، ومساحة الشنطة الخلفية بتكون 480 لتر. بالنسبة للفئة الأولى مانيوال فبيكون فيها بعض التجهيزات، ومنها مصابيح بإضاءة نهارية وتكييف وزجاج فامي خلفي ومقاعد مكسوة بالجلد ومرايات داخلية ذاتية التعتيم وكراسي أمامية قابلة للتعديل واتنين إزاز كهرباء أمامي ونظام العزل الداخلي، وبيبقى فيها حامل أكواب وصندوق تخزين وفتح الشنطة الخلفية كهربائية، بجانب النظام الترفيهي بيكون فيها مدخل USB و UX وراديو، والعجلات بتاعتها بتكون مقاس 14 بوصة. بالنسبة للفئة التانية أوتوماتيك بتنزل بنفس المواصفات والتجهيزات بتاعت الفئة الأولى، بيكون مضاف ليها مصابيح ضباب أمامية LED ومرايات جانبية كهربائية، وبيكون فيها إشارات. اللي بيميز العربية دي إن سعرها رخيص وحلو وقطع الغيار رخيصة، والعربية اعتمادية وبتستحمل، ودي حاجة معروفة عن اللادا. أما عن إعادة البيع فهي كويسة جدا. ومن أكتر المشاكل الواضحة في العربية إن الكراسي بتاعتها مش مريحة في السفر، والكنبة الخلفية بتكون ضيقة شوية وده بسبب حجم الشنطة الكبير، وعفشة العربية ناشفة شوية وده بيحسسك بأي حاجة على الطريق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب أكون قدرت أفيدكم وأوصل لكم المعلومة الصحيحة عن العربية. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ولايك وشير. شكرا.